بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى نهايات سورة الغاشية العظيمة، تلك النهايات التي جاءت مرتبطة ارتباطا واضحا جليا مع المقدمة: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث الذي بطبيعته وأهمية موضوعاته ودقائقها الإنسان يحتاج فيه إلى أن يذكر به، مهما بلغت أهميته الحاجة إلى التذكر لهذه القضية الكبرى دائمة راسخة باقية لا تزول مطلقا، ولا يستطيع الإنسان مهما كان ومهما بلغ من العلم أن يترفع عن هذه المسألة. التذكر ودور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا هذه ليست فقط أدوار الأنبياء، ولا الأمر بالتذكرة هو دور الأنبياء والرسل فحسب. المعلم، المربي، الأم، الأب، العم، الخال، جميع أفراد المجتمع يشترك، كلنا نشترك، كلنا لا ينبغي أن نتخلف عن أن نكون مذكر في بعض الأوقات ومستذكر في أوقات أخرى. يعني هناك من يذكره، فأنت كما تذكر الآخرين لا تترفع مطلقا عن أن يذكرك أحد من الناس. إن بعض الناس إذا جئت إليه لتذكره تراه يترفع أو يعتقد نفسه بأنه لا حاجة لأن يتذكر. كلام غير صحيح، كلنا بحاجة إلى هذا، وكلنا لابد أن يذكر بعضنا البعض وأن نستشعر بأهمية التذكرة في حياتنا، خاصة في الزمن الذي نعيش فيه. تكاثرت وتزايدت الشواغل والملهيات، كلنا بحاجة ماسة إلى التذكرة، وما من كتاب يذكرك أعظم من هذا الكتاب، سماعا وتدبرا وفهما وتلاوة وحفظا ودراسة وعلما وعملا ودعوة. قال: فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والنفي بهذه الأداة، أداة النفي ليس، ومعها الباء المتصلة بمسيطر، كلمة واحدة، كلمة ومفردة في جملة وفي آية، ولكنها نفت عشرات الشبهات التي تآمر من خلالها عدد كبير من المستشرقين وغير المستشرقين قديما وحديثا، ليتهموا رسالة القرآن ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بإكراه الناس على الدخول في الإسلام، باستعمال القوة لأجل أن يدخل الناس في الإسلام، لأجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الآية ليست بمنسوخة، هذه الآية ما نسخت بآيات أمرت بالجهاد، هذه الآية أصل ثابت في مواصفات رسالة القرآن والدعوة إليه، أن الأصل في إيصال رسالة القرآن وتبليغها التذكير وليس شيئاً آخر. وحين قال القرآن لست عليهم بمسيطر مع أداة الاستعلاء على هذه، تتسق تماماً مع ما في الكلمة والمفردة مسيطر، من علو وسيطرة وتغلب وإرادة لفرض إرادة الإنسان على الآخرين وحملهم على ما يريد وتعهد أحوالهم والتأكد من أنها تسير وفق ما رسمه لهم بكل ما تحمل كلمة السيطرة
من معان وقيم ومبادئ وتصرفات. والقرآن العظيم في هذه الآية العظيمة، ولنا أن نفهم وأن نستحضر هنا أن هذه السورة المباركة نزلت في أواخر العهد المكي، يعني نحن نستقبل العهد المدني الذي سيخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه من مكة، وسيكون له مكانة في المدينة، وله رجال ينصرون ويدافعون، وله قوة، وله سيكون أكثر قدرة على الرد. ولكن تلك القدرة التي يؤسسها القرآن وأسسها في عشرات النصوص والآيات، هذه القوة، هذه ليست مدعاة للسيطرة على الآخرين ولا على إكراه وإجبار الآخرين للدخول في الإسلام. الإيمان معتقد، عمل في القلب أولاً، في الفكر، في الوجدان، ثم عمل في الجوارح والسلوك. لا يتسق مطلقاً مع مبدأ الإكراه أو الإجبار، ولا استعمال القوة، ولا من خلال السيطرة. تدبر معي كيف نفهم رسالة القرآن. والمسلمون حين أدركوا هذه الرسالة كانوا حين يفتحون البلدان المختلفة يفتحونها بأخلاقهم، بعلمهم، بأدبهم، بتعاملهم، بدعوتهم، لأن إيصال رسالة القرآن يكون بالدعوة وليس بالقوة ولا بالسيف ولا بالقتال ولا بالإجبار ولا بالإكراه. الذي نفاه القرآن عن أكرم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمنون به يتبعونه في ذلك بلا شك. هذا هو المنهج حتى نفهم ونستوعب. هذه الآية أصل من أصول الإيمان والدعوة. هذه الآية ما نسخت بالأمر بالجهاد والدفاع عن النفس وحماية المسلمين وحماية العدل والحرية والقيمة الإنسانية، لا، هذا أصل ثابت لا يتغير تبعا للظروف. هذا الأصل الثابت ليس لأن المسلمين وقت تنزل هذه السورة كانوا في حالة ضعف، فإذا ما تغيرت الأحوال وصار الضعف قوة انبرى هؤلاء للسيطرة على عقول الناس وإجبارهم للدخول في الإيمان. هذا غير صحيح، هذا افتراء. في واقع الأمر أن مفهوم السيطرة بما يحمل من الغلبة والسطو والقوة واستعمال الغلبة والتقوي على الآخرين والاستعلاء عليهم والهيمنة، هذا مفهوم غربي بحت. هذا المفهوم جاء مع الاستعمار، حتى أن من الأشخاص المعروفين الذين كتبوا حول ذلك عالم اسمه رمسي موير، وهو من أرباب المذهب التوسع الإمبراطوري، قال كلمة في هذا، قال: الذريعة الوحيدة التي انتشرت على يدها الحضارة الغربية الاستعمار، التوسع الاستعماري في جميع رقاع العالم المعمور، هذه كلمته، الحضارة الغربية ما انتشرت إلا من خلال الاستعمار. والاستعمار من الكلمة فيه استعمال القوة، تنضوي تحته القوة واستعمال القوة ومصادرة رغبات الشعوب وحرياتهم ومعتقداتهم وهدم وتحطيم أماكن عباداتهم وشعائرهم وحملهم على نظام واحد. قد يقول قائل: ولكن زمن الاستعمار انتهى وولى وذهب. قل له: لا، تغير شكله، تبدل لونه، تنوعت صوره، لكنه ما ذهب.
بل في واقع الأمر الإنسانية اليوم تعيش في عمق الاستعمار والهيمنة والسيطرة الغربية التي تأبى إلا أن تحمل العالم بأسره شرقه وغربه على نظام واحد، سواء كان ذلك النظام اقتصادي أو اجتماعي أو فكري أو قيمي أو أسري، سميه ما شئت. ألا ترى معي كيف تريد هذه الحضارة أن تفرض هيمنتها على شعوب العالم لأجل أن تجعل منه نسخ مكررة لأمراضها المجتمعية والأسرية والفكرية؟ ألا ترى كيف باتت تلوح بكل أشكال التهديد وفرض القوة والسيطرة والحصار الذي يبلغ إلى حد إشعال الحروب والنزاعات إذا ما خالفت أمة من الأمم نظامها الفكري الذي تريد أن تنشر من الشذوذ وترويج الشذوذ وما شابه؟ ألا ترى صباح مساء كيف تفرض من خلال وسائل الإعلام المختلفة تأبى إلا أن تفرض نظاما واحدا ولو كانت شعوب العالم ترفضه؟ لا تريده، تريد نمطا واحدا. والعجيب أن ما زاد في عن جهيتها وعجرفتها وغطرستها أنها تمرر هذه التصرفات والقوانين الشاذ تحت مسميات ومغطى وغطاءات وقناعات مزيفة، حرية، حقوق إنسان. طيب يا من تدعي الحرية حقوق الإنسان، أين حقي في أن ألتزم بما أؤمن به من قيم؟ وأن الله خلق العالم من ذكر وأنثى، أين حريتي أنا؟ أين حقي في أن يكون لي منظومة قيمية تتسق مع ديني وأعرافي وتقاليدي؟ صادرت حقوق الشعوب وما تزال تتزايد وتتضخم عن جهية هذه الحضارة يوما بعد يوم. تقول لي لماذا جاءت هذه السيطرة وهذه الهيمنة والغطرسة؟ لأن واقع الأمر فكر الصراع والسيطرة والهيمنة الغربية نابعة من شعور الأبيض الغربي بالتفوق على الشعوب الأخرى، كل الآخرين أقل من، لا يفهمون، برابرة، مستوحشين. ولك أن تطلع وتقرأ عن الكتب التي كتبت حول قضايا الاستعمار وما ترك وخلف في بلدان الاستعمار، بلدان التي استعمرت إلى يومنا هذا. هذه المبادئ والقيم تروج للصدام، صراع الحضارات وصدام الحضارات وصدام المجتمعات والقيم والشعوب، أزمة القيم التي يعيشها العالم تحت ظل وفي ظل هيمنة وسيطرة اللون الواحد والنظام العالمي الواحد. هذه الهيمنة غير مقبولة قلبا وقالبا في القرآن، من هنا جاء إشارة إلى القصر بأداة الاستعلاء، لست عليهم بمسيطر. هذه مبدأ من المبادئ الأصيلة. ثم جاءت الآية التي بعدها قال إلا من تولى وكفر، وهنا الاستثناء في إلا منقطع بمعنى لكن من تولى وكفر، والتولي هو الإعراض السريع. من أعرض عن هذا القرآن وهذه التذكرة ماذا تفعل به؟ تدبر معي في القرآن، قال فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهذا تعزيز للمعنى الأول الذي قلنا له. دعوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، بلاغ، رسالة توصل للعالم. من تولى وكفر هذا يعذبه الله العذاب الأكبر. أما أنت ليس مطلوبا منك لا في العهد المكي ولا في المدني ولا في أي وقت من الأوقات أن تكره هؤلاء على الإيمان،
وإلا ما عاد إيمان إذا أكرهت الناس علي، لأن الأصل في الإيمان تصديق بالقلب. فإذا كان هذا القلب غير مستسلم لهذا الإيمان، كيف يسمى هذا الإيمان إيمان؟ هذا يسمى نفاقا. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. فيعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة. هل هناك عذاب أصغر؟ العذاب الأصغر والعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر في الدنيا، كوارث طبيعية، على أمراض، على مجاعات، على غلاء، على مصائب. والآية ليست مجرد آية فقط في حق أولئك المكذبين المعاندين، الآية في واقع الأمر فيها شكل من أشكال الإعجاز العظيم البليغ. تدبروا معي. من تولى وكفر، هذا لا، وفي آيات أخرى بطبيعة الحال جاءت تفسر هذا العذاب الأدنى الذي يكون في الدنيا بأي شيء، بالكوارث المختلفة. الإعراض عن منهج القرآن، ما هي نتائجه؟ ما هي مآلاته؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، زيادة في معدلات الفساد، غلاء في المعيشة، شح في الأقوات، حروب، صراعات، حرائق، دمار، كوارث، أمراض، والبقية تأتي. تقول لي ما العلاقة بين التولي عن منهج الله والإعراض وهذه الكوارث؟ أقول لك زيادة منسوب الظلم. الإعراض عن منهج الله جل شأنه الذي فيه الخير والصلاح والعدل والإنصاف، وأن ينصف الإنسان الآخرين من نفسه ويقتص لهم من نفسه، هذه القيم كلها تغيب حين يغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويضعف سلطانه على الضمير الإنساني. فماذا تكون النتيجة؟ زيادة نسبة الفساد، واستحواذ ثلة من البشر ومجموعة من البشر على مقدرات البشرية، والمتاجرة بأقوات الناس والخلق، وبروز تجار الحروب والفتن والصراعات والنزاعات. فتجد تتكرس الطبقية في العالم، أناس لا يعرفون ما يفعلون بالأموال، وأناس لا يجدون قوتهم. هذا الذي يأتي بعد التولي عن منهج القرآن العظيم، هذا المنهج الذي يخاطب فيه الله عباده فيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تدبروا معي فيه، يعظكم لعلكم تذكرون. تدبروا معي في الربط بينها وبين فذكر، إنما أنت مذكر. فإذا تنكصت وتولت وأعرضت البشرية عن هذا المنهج، ما هي النتيجة؟ العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. العذاب الأكبر موجود، قال فيعذبه الله العذاب الأكبر، لكن العذاب الأكبر ليس بيد أحد، والعذاب الأدنى يتأتى مع الإعراض عن منهج الله والكفر. والنتيجة قال إن إلينا إيابهم، والإياب هو الرجوع الثابت الدائم، بمعنى هذا الإياب لا رجعة بعده إلى الدنيا بكل ما تحمله المفردة، مفردة الإياب، من وعيد لهؤلاء الكافرين. رجع للدنيا لن ترجعوا، قال إن بالتأكيد إلينا إيابهم. ما دورك أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ دورك التذكرة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا الدور الذي نصت عليه العديد من الآيات في كتاب الله، ومنها هذه الآية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صحيح نزلت في الفترة المكية كثير من هذه الآيات، ولكن الفترة المدنية لم تلغي هذا الأمر، بالعكس، هذا جانب رئيسي في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وكل من يؤمن برسالته من بعده، التذكرة.
إن إلينا إيابهم. قال ثم إن على التراخي علينا حسابهم. تدبر علينا، قال حسابهم، الحساب، حتى يفهم ويستوعب الإنسان أن القضية ليست هكذا فوضى بلا حساب ولا كتاب. أعمالكم تحصى عليكم. هذه المبادئ والقيم الرئيسية في رسالة القرآن هي التي جعلت الحضارة الإسلامية حضارة متواضعة، وأعني بالتواضع هنا عدم الترفع على الآخرين ولا على شعوب الأمم والعالم، على الرغم من إدراكهم يقيناً أنهم تفوقوا على الشعوب آنذاك بإيمانهم ويقينهم وقيمهم ومبادئهم وما توصلوا إليه من علوم ومعارف وحضارات. ورغم كل ذلك وهذا التفوق، ولكنهم فتحوا أبواب جامعاتهم ومعاهدهم على مصراعيها أمام كل طالب علم دون النظر إلى هويته ولا إلى معتقده ولا إلى أصله ولا إلى دينه. لماذا هذا؟ هذه قمة القيم الإيمانية والقرآنية التي جاءت به رسالة القرآن. هذه ليست تعليمات عابرة تتغير بتغير ما بين العهد المكي والمدني، ما بين عهد القوة ولا الضعف ولا ضعف وقوة، أبدا. المسلمون حين فهموا رسالة القرآن فهموها حقا في عز قوتهم، ما كانوا في يوم من الأيام أصحاب عنجهية ولا سيطرة ولا مصادرة لمقدرات الشعوب. والأدلة أكثر من أن تعد وتحصى. آدم ميتس على سبيل المثال، توماس أرنولد وغيرهم وغيرهم من عشرات المستشرقين الغربيين المنصفين قالوها كلمة واحدة: كنائس وأماكن العبادة بقيت طوال العصور الإسلامية محفوظة، ما هدمت، ما حطمت، ما كسرت، ترك للناس حرية المعتقدات والعبادة. أهذا يأتي من دين وكتاب ومنهج يفرض سيطرة الناس على الآخرين ومصادرة حريتهم في الاعتقاد وفي التدين والتعبير عنها؟ من هو المسيطر في عالمنا؟ من هو المسيطر؟ من هم رعاة السيطرة والهيمنة ومصادرة حريات وحقوق الشعوب والناس؟ الذي يتبع هذا القرآن أم الذي تولى وأعرض عن هذا القرآن؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حتى يفهم ويستوعب العالم أن منطق القوة والعنجهية والهيمنة والسيطرة الفارغة ومصادرة حقوق وحريات الشعوب لن تذهب هكذا دون حساب أو عقاب. إن إلينا إيابهم، حيث لا رجعة إلى الدنيا بل استقرار في تلك الدار في الآخرة، ثم إن علينا حسابهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.